بعد سنوات من إغلاقه للترميم، تم امبارح افتتاح جامع سليمان باشا الخادم بقلعة صلاح الدين الأيوبي والمعروف باسم سرية الجبل، وده بيجي في إطار خطة متكاملة لافتتاح عدد كبير من المواقع الأثرية ورفع كفاءتها وترميمها. أعمال الترميم اللي بتتم للمواقع الأثرية بيخلي عندنا مقاصد سياحية جديدة، بيحافظ على تراثنا للأجيال اللي جاية. خلينا في تفاصيل أكتر عن هذا المشروع من دكتور جمال عبد الرحيم، أستاذ الآثار الإسلامية بكلية الآثار جامعة القاهرة. صباح الخير على حضرتك يا فندم، وأهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير على حضراتكم وعلى السادة المشاهدين، أهلا وسهلا. صباح الفل. أهلا بحضرتك يا فندم. لو في البداية نتعرف على تاريخ مسجد سليمان باشا الخادم ومكانه في قلعة صلاح الدين، ليه سمي كمان بسرية الجبل؟ لو تدينا يا فندم بعض التفاصيل عنه. بالنسبة يعني اسمح لي في البداية أقول لحضرتك إن احنا بنشاهد في الآونة الأخيرة، يمكن كان بالأمس القريب، في افتتاحات زي ما حضرتك ذكرتي كثيرة، وخاصة في مجال الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، وده تراث مصر الحضاري والأثري. احنا في امبارح طبعا معالي وزير السياحة ومحافظ القاهرة وأمين المجلس الأعلى للآثار افتتحوا جامع سرية الجبل بالجزء الشرقي لقلعة الجبل. قلعة الجبل أو قلعة صلاح الدين بتنقسم إلى قسمين، القسم الشرقي اللي هو من جهة شارع صلاح سالم اللي فيه الأبراج، بداخله هذا الجامع اللي حضرتك بتعرضوه دلوقتي على السادة المشاهدين. الجامع بناه الوالي العثماني سليمان الخادم في عام 935 هجرية الموافق 1528، دي في الفترة العثمانية، واحنا بنقول ان الجامع ده التصميم بتاعه والتخطيط بتاعه في علم الآثار متاخد من تخطيط الجوامع اللي موجودة في بلاد تركيا ولا سيما في اسطنبول. انما زي ما الصور بتبين العناصر الزخرفية، الجمال اللي فيه بإيد مصرية، والزخارف اللي فيه كمان زخارف مصرية بترجع إلى الفترة المملوكية. يبقى هنا احنا هو عثماني الطراز، إنما الفن اللي فيه معظم الفنون الزخرفية اللي على المنبر واللي على الجدران كلها مملوكية. هو بينسب خطأ لسارية الجبل. سارية الجبل ليس طبعا القائد العظيم اللي في الفترة المبكرة أيام الخليفة عمر بن الخطاب، ليست هناك علاقة تماما بهذا الجامع وسارية الجبل، هي أطلقت عليه خطأ، وحتى المؤرخين والأثريين مش عارفين إيه سر التسمية. إنما في بعض الآراء بتقول إن كان هناك في سار زي عمود كده بجوار، لأن خلف هذا المسجد بيوجد الباب الرئيسي اللي كان بيؤدي إلى قلعة الجبل المعروف باسم باب المدرج. فممكن يكون التسمية، إنما عايز أقول لحضرتك والسادة المشاهدين ليست هناك علاقة بالمرة ما بين القائد سارية الجبل وهذا المسجد، وعشان كده احنا بنأكد ونقول هذا المسجد هو مسجد الوالي العثماني سليمان الخادم. نشكرك يا فندم على التوضيح الهام ده. طبعا طيب دكتور جمال، محتويات هذا المسجد عايزين حضرتك تشرحه لنا وتقول لنا كمان أعمال الترميم خدت وقت قد إيه، وإزاي قدرنا أصلا إن احنا نقوم بهذه الأعمال؟ أعمال الترميم ما كملتش أكتر من سنتين، والحاجة الجميلة إن الترميم والتمويل وكل شيء بإيد مصرية. وزي ما أنا قلت لحضرتك في البداية إن يعني إحنا المجلس الأعلى للآثار دلوقتي يعني في نشاط ملحوظ، ومفاجأة إن في الأيام القليلة القادمة هناك افتتاحات أخرى. ما بقولش افتتاح، انا بقول بإعادة بقى ترميم وإعادة تأهيل وما شابه ذلك بإيد مصرية، ولادنا ما شاء الله على دراية وعلى علم بعلم الترميم. ده دليل على ان فعلا الخريطة السياحية في مصر ما شاء الله بقت كاملة متكاملة، وبدأنا دلوقتي نشوف آثار كثيرة بيتم ترميمها. انا بتكلم على مجال الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، وده بيدي او بينعكس على الخريطة السياحية. كثير من الإخوة المرشدين وكثير من ضيوف مصر سواء اجانب او عرب او مصريين كمان، لما بيروح القلعة، حضرتك عارف القلعة وما بها من آثار متنوعة، دايما بيسالوا على جامع سليمان الخادم. مغلق مغلق مغلق. احنا دلوقتي ومن امبارح بنقول لا، الجامع مفتوح وتعالوا زوروا الجامع. وزي ما حضرتك شايف قد ايه
الجامع منبهر وبيتميز بعناصره المعمارية والزخرفية الجامعة ما بين الفن العثماني في التصميم والفن المصري في الزخرفة. طيب يا فندم، لو توضح لنا كمان ايه الاعمال اللي تمت خلال مشروع الترميم؟ طبعا الترميم بصراحة كان الجامع في حالة إلى حد ما يرثى لها، ووقفت الزخارف بقت واضحة لأن كانت في بعض أو كثير من الزخارف اللي موجودة في الجامع كانت مطموسة تماما. بدأ إظهار هذه الزخارف. الأرضيات أيضا ما كانتش واضحة قوي للزائرين من قبل، بدأت عملية التنظيف والترميم. مش كده وبس، المدفن الشهير، لان هذا المسجد في الاصل كان مسجد بيرجع للعصر الفاطمي، خاص باحد الغلمان اسمه ابي منصور قصه من القرن ال 12 1141، يعني من العصر الفاطمي، وجا سليمان الخادم هدمه وطوره بالشكل اللي احنا شايفينه. برضه من اعمال الترميم بقول لحضرتك ان المدفن او المقام اللي موجود بتاع ابي منصور قصه ومدفون به مجموعه من الامراء في الفتره العثمانيه الاخيره بدا يظهر ايضا، فبدا يظهر كمان. تم اكتشاف، وبقول تم اكتشاف اثناء عمليه الترميم، على موقد يعني شفنا مجموعه من الاواني اللي بتستخدم للاكل، لان كان ملحق بهذا الجامع زي ما بيقولوا دايما في الوصيه، بتقول كتاب، لا احنا بنقول تكيه، والتكيه هنا مخصصه للدراويش اللي دايما كانوا بيستخدموا هذا الجامع للصلاه وللاقامه، كان ملحق بيه، ودي ظهرت قوي قوي قوي، يمكن كانتش موجوده وباينه قبل عمليه الترميم، اللي هي التكيه الملحقه بالمسجد. عظيم. دكتور جمال، المسجد ده لم يكن الأشهر بالنسبة لنا كمصريين، يعني احنا بنروح القلعة، ممكن نزور القلعة ونشوف مسجد صلاح الدين، لكن المسجد ده يعني مش معروف قوي بالنسبة لنا كمصريين. هل في أثار تانية موجودة داخل القلعة؟ هل في أثار تانية بيتم العمل على ترميمها خلال الفترة دي؟ طبعا، ودي كانت بتوجيهات من معالي الوزير أمس، وأنا سمعت امبارح، بترميم وإحياء الآثار المغلقة من سنوات، زي قصر الجوهرة اللي هو مقر الحكم بتاع محمد علي باشا، زي سرايا العدل، زي قاعات كثيرة وكثيرة وكثيرة. القلعة يعني احنا ممكن نقضي فيها يوم كامل نستمتع بالآثار اللي موجودة بداخل هذه القلعة. إن شاء الله في الأيام القادمة هنشوف كثير من الآثار الموجودة داخل القلعة، زي ما أنا قلت لحضرتك هتظهر إلى النور، وهتبقى القلعة كلها معالم سياحية، جامع سرية الجبل، جامع الناصر محمد ابن ألوون، جامع أحمد العزب اللي ورا باب العزب اللي هو بيطل على ميدان صلاح الدين، بالإضافة للجوهرة الكبيرة اللي هو جامع محمد علي باشا الكبير. دكتور جمال، زي ما حضرتك قلت يا فندم، يمكن هذه القلعة، قلعة صلاح الدين، هي من أهم المعالم الأثرية عندنا في مصر، وجاري فعلا المشروعات فيها، مشروعات تطوير هذه القلعة على قدم وساق، لكن مهم كمان المناطق المحيطة بقلعة صلاح الدين. طبعا والزوار، أنا بزور قلعة الجبل وعلى طول بنزل على طول في الميدان اللي هو حتى اسمه ميدان القلعة، اللي هو ميدان الرميلة سابقا، ده فيه كم رهيب جدا وجميل جدا من الآثار الإسلامية، وأيضا بيؤهل وبترمم كثير من الآثار اللي فيه بقى إيه، مدرسة وجامع السلطان حسن، جامع الرفاعي، جامع المحمودية من العصر العثماني، جامع الأمير قانباي الرماح اللي مرسوم علشان نبين بس لأولادنا الأجيال، العملات الورقية في 100 جنيه مرسوم عليها مدرسة وجامع اللي في ميدان القلعة، قانباي الرماح أميرة خور، وجنبيه في مدرسة صغيرة برضو جميلة جدا اسمها مدرسة الأمير جوهر اللالة. منطقة القلعة والقلعة نفسها فيها كم من الآثار، وكمان في محور بيتعامل بقى اللي هو محور باب الوزير والدرب الأحمر، وزارة السياحة، المجلس الأعلى للآثار مشكورين بيقوموا بالاهتمام بهذه المناطق لكي تكون مناطق مؤهلة سياحيا وجميلة، ونقضي يوم جميل في هذه المناطق. نشكرك جزيل الشكر دكتور جمال عبد الرحيم، أستاذ الآثار الإسلامية بكلية الآثار جامعة القاهرة، كل الشكر لحضرتك.